مساءكم خير وسعادة، أتمنى تكونوا بخير. النهاردة هنحضر مع بعض الجمبري المقلي كريسبي ومقرمش من بره ومن جوه مستوي وطري. أنا هعمل له خلطة كده، الخلطة ديت خاصة بيا، والخلطة ديت بتخليه يتضاعف حجمه. يعني لو بتستخدمه مثلا جمبري صغير أو وسط، احنا هنخليه جامبو. تابعوا معايا الوصفة للآخر، أتمنى أنها إن شاء الله تعجبكم. لو بتشوفوني لأول مرة، أنا اسمي بسمة ودي قناتي. أتمنى تشتركوا في القناة، تفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد بقدمه، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. ودلوقتي يلا على طول نبدأ بالمقادير، واللي دايما بسيبها لكم بالتفصيل في صندوق الوصف. هنحتاج كوباية من الدقيق، أنا الحقيقة هقسمها على 2. هنحتاج نص كيلو من الجمبري المتنظف والمتقشر، وطبعا خط الرمل اللي في الظهر اكيد متشال، راجعوا على نظافته تاني قبل ما تبتدوا الوصفة. وعندي تتبيلة السمك، التتبيلة اللي انا عملتها لكم في تحضيرات الشهر، واللي انا بعتمدها لاي سي فود بحضره، من ضمنهم الجمبري. وعندي طبعا الدقيق، انا قسمته على مقدارين او على نصين. نص كوباية هحط عليها توابل لخلطة التغطية، واللي هي عبارة عن نشا وبابريكا وكزبرة وكمون وملح. والخلطة التانية دي انا هضيف عليها من التتبيلة كام معلقة مع شوية مية، علشان انا عايزاها سايلة شوية. هستخدم من دي ومن دي، هتشوفوا ازاي في الطريقة دلوقتي. ودلوقتي يلا نبدأ بالطريقة على طول. اول حاجة هنبدأ بيها ان احنا نضيف النشا والبهارات على الدقيق، هنقلبهم مع بعض كويس جدا لغاية ما نتأكد ان البهارات بتاعتنا دابت خالص وما بقتش باينة في الدقيق، اختلطوا في بعض تماما. ودي خلطة التغطية بتاعتنا، قلبوها كويس جدا وتأكدوا ان مفيش اي تكتلات لا من الدقيق ولا من البهارات. لما نخلص هنحطها على جنب ونبتدي في تتبيل الجمبري بتاعنا. بالطريقة دي هنحط عليه من الخلطة وهنقلبه كويس جدا. لو تقدروا تسيبوه نص ساعة في التتبيلة قبل ما تبدأوا، يعني يكون عظيم جدا، وهيبقى طبعا أكيد أحلى وهيشرب من التتبيلة أكتر لو هنشتغل على طول. أنا شخصيا عملت كده. هنزود تاني من التتبيلة علشان تغطي الجمبري. الخلطة دي يا جماعة طعمها رهيب بجد، يعني بجد لما بتسيبوا اي سي فود انتوا بتعملوه في الخلطة دي، قد ايه اللحم بيشرب من التتبيلة وبيبقى طعمه بجد مختلف وجميل. هنا الجزء التاني من الدقيق بتاعي انا هضيف عليه كمان من التتبيلة ومن مية التتبيلة. انا قلت لكم ان ده انا عايزاه سايل، مش عايزاه باودر زي خلطة التغطية. هنقلب فيه وهنخلي المية جنبنا، هنزود شوية بشوية، يعني نقلب شوية ونزود مية شوية لحد ما نوصل للقوام اللي احنا محتاجينه. احنا مش عايزينه سايل قوي وفي نفس الوقت مش عايزينه سميك قوي. انا هوريكم القوام اللي احنا محتاجينه بالظبط هيكون ازاي. هو ده بالظبط القوام اللي احنا محتاجينه. انا عايزه اقول لكم ان هو دوت اللي بيخليه دبل كوتد او بيخليه منتفخ شويه او كبير، اللي بيدينا حجم كبير للجمبري. اول حاجة احنا حطيناه في الدقيق، يعني هنحطه في الدقيق الاول وبعدين في خلطة التغطية وبعدين نرجع تاني على الدقيق. ولاحظوا قد ايه هيتضاعف حجمه. خدوا وقتكم خالص، غطوه كويس قوي، ولو عندكم اي حتة مش مغطية اضغطوا عليها كويس قبل ما تخلصوا زي كده.
طاسة على النار في زيت غزير ومتسخن كويس جدا، هنضيف الجمبري بتاعنا. الجمبري بتاعنا كل وش فيه مش هياخد اكتر من 2 دقيقة، خدوا بالكم من النقطة دي كويس. تسوية الجمبري لما بتزيد عن حدها للأسف بيبقى تشوي وبيمط وعامل زي رابر كده كأنه كاوتش ومش بيبقى حلو. 2 دقيقة بس كل جنب، ما تكتروش عن كده. الخلطة اللي احنا حطيناها يا جماعة اللي هي انا معتمديها للأسماك او السي فود عموما رائعة، لازم تجربوها، وخصوصا لما بننقع فيها سمك او جمبري فترة شوية قبل ما نبتدي، بجد اللحم بتاعه بيشرب من التتبيلة وبيتغير تماما، فعلا هتحسوا بفرق كبير جدا في طعم اي سي فود انت بتعمله. اتمنى فعلا تجربوه، هتلاقوها موجودة في فيديو تحضيرات الشهر والتتبيلات. خلاص 2 دقيقة مروا على كل جنب، هبتدي اشيل الجمبري بتاعي، وده شكله بعد التقديم. اتمنى بجد تجربوه ويعجبكم، كريسبي من بره بشكل مش طبيعي، ومن جوه طري ومستوي ولا اروع من كده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تسيبولي لايك، لو لسه ما اشتركتوش في القناة يا ريت تشتركوا، وسيبولي رأيكم في الكومنتس لو جربتوه. بالهنا والشفا طبعا مقدما لكل اللي هيجربوا. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، وانتم بألف خير، وباي باي.